مرحبا سي حطاب نورني. ايوا الله فيك. وزرت انا الغالط اما تنصل. انا قلت الناس ما تعرفش تاريخ تونس على خاطر الثوره نتاع اللي بن غذاهم اللي قادها الفلاحين هي جات على المجبل اللي كانت تتوظف. هي طلعت المجبل هي الاتاوى معناتها جماعه قاصدين مش يهزونا للثوره قاصدين يظهر لي معناتها انا في بالي الاتاوى ما عندهاش علاقه بالمجبل لا غالب ثقافتي العربيه ناقصه شويه قاري بالفرنسي اما كي طلعت المجبل هي الاتاوى انا نقولها على الحكومه اللي حاطتيه في مخك ماهوش باش يصير ماناش باش نحرقوا بلادنا ماناش باش نمسوا تونس عزيز علينا برشا نحبوها ياسر خدمناها ومازلنا باش نخدموها وحتى كان باش تجبرونا للعنف ماناش باش نتبعوكم. واضح واضح. ولذا انا ننصحهم يقروا التاريخ مليح. احنا اول ما طلينا على الميزانيه قلنا الميزانيه هذه باش تكون عليها ثوره الجياع ما كناش نتصوروا ان الضربه باش تكون في جنبنا نحن وحدنا باش نزوها وحنا ندفعوا فاتوره عدم تمثيليه الفلاحين داخل المجلس الوطني التاسيسي. هذا مجلس وطني تاسيسي يخدم بشعار اللي غاب غاب سهمه الفلاحه ماهوش موجودين اللي ما يقولوا وين يصنفوه دزوها هزوها الفلاحه معناتها هزوها الفلاحه اللي باش نحن نهزوا الميزانيه كامله معناتها اللي ناقص في الميزانيه هزوه الكل باش يدفعوا الفلاحه. احنا شو نقولوا؟ انت قلتي فيصل تبيني ترشك فيصل تبيني صاحب قضيه فيصل تبيني ماهوش يخدم في السياسه رئيس حزب انت اي رئيس حزب لكن اللي عملنا له حساب نحن اللي فيه وقت اللي لاحظنا وان صوت الفلاحين غير موجود في كل بلاصه قررنا باش نعملوا حزب باش يكون عندنا نواب باش يدافعوا على حقوقنا على خبز صغارنا وعلى الامن الغذائي نتاع الشعب التونسي. فيصل تبيني نقولها وراسي مرفوعه ونعاودها لا حاجتي بوزاره لا حاجتي برئاسه حاجتي كل امراه في الجبل عندها الضوء حاجتي كل امراه في الجبل عندها طريق حاجتي كل بلاصه فيها مستوصف حاجتي كل بلاصه فيها مدرسه. اللي عانيته انا في حياتي وانا صغير ما نحبش في ولادنا يعيشوه مره اخرى. هذاك علاش عملنا حزب. الناس ما تحبش تمشي في الكاسيس احنا اخترنا ثنيه الخايبه اخترنا باش نمشوا في البيستا اخترنا باش ناخذوا اقوى قطاع لكن اكثر قطاع مهمش هو الفلاحه اخترنا باش نكونوا المتكلمين باسم اكبر شريحه في المجتمع اللي هم سكان الجهات الداخليه المناطق الريفيه والمناطق القرويه. احنا اخترنا الثنيه هذه وفرحانين بها وقضيتنا حلوه واحنا سعداء بها وهم سعداء بنا وان شاء الله ربي يوفقنا وان شاء الله تونس بخير. واضح واضح. شكرا لك سي فيصل. نرجع معاك سي معاذ. اليوم فما تصويره تبارتاجيت برشا على فيسبوك شفنا تاكسي لن ادفع الاتاوة هكا يعني ناس كل تبارتاجي فيها يعني موقف هذا وشنو رافضين انتم اليوم. سي الياس فخفاخ يقول يلزمكم تتفاهموا معناتها راهو هذايا احنا حشنا بها الإتاوة. الدوله ما عندهاش باش تعبي الميزانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا نقول للسيد وزير الماليه اللي حتى كي يحب على حاجه يحبها في داره ساعه كل شيء. هذا الشعب جاع واحنا جزء من الشعب. انا نحب نذكر الاسطول هذا اللي هو اسطول مهم تاع النقل العمومي غير منتظم.